هنروح بقى مع الزميلة مريم سميح ومعاها واحد من كبار الحدث، المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر. لسه مستمرين معاكم طبعا عقب الانتهاء من اعلان توقيع عقد الشراكه ما بين النادي الاهلي وما بين شركه صالات مصر. طبعا بيسعدنا يكون معانا دلوقتي احد الاعمده الرئيسيه في شركه صالات مصر، طبعا المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركه اتصالات مصر. بنرحب بيك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. يوم كبير، حدث كبير جدا، كيانين يعني الحقيقه عظيمين، النادي الاهلي وشركه صالات مصر. عايزين نتكلم مع حضرتك اكتر عن هذه الشراكه، خاصه ان حضرتك اتكلمت في الكونفرنس انه مش بس عقد شراكة ولكن أيضا شريك تكنولوجي. الأول بشكرك، سعداء بالشراكة مع النادي الأهلي. شركة اتصالات مصر ليها خبرة كبيرة جدا في تقديم الحلول التكنولوجية، احنا عندنا نجاحات كبيرة في مجال التحول الرقمي، النادي الأهلي عنده أسيتس كتير في المحتوى الرقمي. احنا شايفين ان بقدراتنا ان شاء الله وبالاسيتس بتاعت النادي الاهلي هنقدر نقدم خدمات جديده وكتيره باذن الله. برضو بيجي لنا في وقت الشراكه دي، بيجي لنا في وقت كويس، لان احنا بنغير العلامه التجاريه بتاعتنا وبنعمل على نشرها ونشر الفكر والرؤيه من تغيير هذه العلامه وتحولنا الى شركة استثمار تكنولوجي، وليس في مجال الاتصالات فقط ولكن في جميع مجالات التكنولوجية اللي بنقدم فيها خدمات للعملاء لإثراء حياتهم في عالم متغير. دي الميشن بتاعتنا في اتصالات مصر. مهندس حازم، التعاقد ليس وليد اللحظه، كنتوا معانا قبل كده وكان في نجاحات كتيره جدا اتحققت سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. دايما يعني احنا بنتكلم على 4 سنوات مقبلين، عايزين نعرف ايه الجديد اللي ممكن يتقدم في ال4 سنوات المقبلين دي، وان شاء الله زي ما بيقولوا كده يكون وش السعاده علينا هذا التعاقد. باذن الله، باذن الله وش السعاده على الجميع باذن الله. هو زي ما قلت لحضرتك، يعني احنا الخبره بتاعتنا في تقديم الحلول التكنولوجيه، فاحنا هي عقد رعايه وعقد شراكه تكنولوجيه باذن الله. هنقدم خدماتنا بشكل كبير وناجح، هنعمل مع اداره النادي الاهلي باذن الله على تقديم هذه الخدمات لجماهير النادي الاهلي باذن الله. حازم، العائد ايضا الاستثماري والاقتصادي اتكلمنا عنده برضه في الكونفرنس، لو عايزين نتكلم فكره هذا العائد خلال ال4 سنوات المقبلين ما بين الشراكه ما بين النادي الاهلي طبعا اكبر نادي في مصر والشرق الاوسط وشركه صالات طبعا احد يعني اكبر او اكبر شركه اتصالات وطنيه. احنا بنفكر ازاي يعني نفيد ونستفيد في اي عقد او تعاقد او تعاون احنا بنعمله. التعاون مع كيان النادي الاهلي وكيان شركه اتصالات مصر هما كيانين كبار، تعاقد كبير هياخد مننا تركيز كبير وهياخد مننا شغل كتير باذن الله عشان نطلع منه استفاده كويسه للطرفين باذن الله، وده الطريقه اللي احنا دايما بنفكر بيها. حازم، دايما كنا بنتكلم عن فكره انه هذا التعاقد لما يتم الاعلان عنه بيكون وراه شهور وسنوات تحضير، عايزين نعرف من حضرتك اكتر الكواليس عن هذا التعاقد. هو الحقيقه دي مش اول مره شركه اتصالات مصر تتعاقد مع النادي الاهلي، والحقيقه احنا يعني تربطنا بجميع الناس المعنيين في هذا التعاقد علاقه شخصيه قويه ووطيده وعلاقه طيبه، فعشان كده كان الامور كانت سهله يعني في الوصول للاتفاق. بشكر حضرتك جدا، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه نادي الاهلي. الله يبارك فيك، ميرسي قوي، الف شكر. ده طبعا كان حوارنا مع المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر. طبعا كلمنا عن أهمية هذا الحدث وأهمية هذه الشراكة ما بين الكيان العظيم النادي الأهلي وأيضا الكيان العظيم أو إحدى الشركات الاتصالات الوطنية الكبرى شركة اتصالات مصر. وطبعا أكيد هو وعدنا ب يعني عدد كبير جدا من الإنجازات خلال الفترة المقبلة هنشوفها ما بين يعني الكيان طبعا النادي الأهلي والكيان أيضا العظيم شركة اتصالات مصر. طبعا بشكركم جدا وعودة ليكم مرة أخرى، لسه مستمرين معاكم في مزيد من اللقاءات. شكرا جزيلا يا مريم، ومنتظرين المزيد من لقاءاتكم، وشغلكم الحقيقة هايل جدا في تغطية المؤتمر.